دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المراهنين على سقوط النظام السوري إلى ألا يضيعوا وقتهم ولا يصنعوا أوهاما، فهذا الرهان سيفشل، مستغربا رفع فريق في لبنان شعار لبنان أولا في كل شيء إلا في الرهانات. وتحدث نصر الله لمناسبة يوم الشهيد فرأى أن الجنوب اليوم قوي وآمن وراسخ، ولم يعد مكسر عصا لأحد، بل أصبح حاضرا بقوة في المعادلة الإقليمية. أثبتت الحكومة حتى الآن أنها حكومة تنوع، حكومة متنوعة تتمثل فيها قوى سياسية حقيقية وأساسية، حكومة تمثل غالبية نيابية وغالبية شعبية جدية أو جدية، حكومة نقاش، حكومة بحث، حكومة حوار، ليست حكومة وعي الواحد ولا حكومة شمولية، حكومة يتناقش أطرافها ويتخذون القرارات، ما بيجيهن أس أم أس من أحد، لا من فيلتمان ولا من السفارة الفرنسية ولا من دينيس روس. هلا أقول فل، هذا كان بدي أقول واحد تاني، هذا اللي ما بتحبه شو اسمه طبعا ناظر القرار 1559 لارسن. نصر الله دعا الجميع إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد وإلى عدم تضخيم الإشكالات الفردية التي تحدث من حين إلى آخر، وإلى تحييد الجيش اللبناني كمؤسسة ضامنة للسيادة والوحدة الوطنية. حلوا عن رئيس المئات وعن حكومة رئيس المئات، تمام، وناشدوا جامع الدول العربية والملوك، وهي بدأش هالقد يعني، والملوك ورؤساء العرب والدول الإسلامية والدول الغربية المعنية بتمويل، هن كلهم قديش 50-60 مليون دولار يدفعوهم للمحكمة، أصلا بداش هالأرض يعني. في أمير عربي بيقدر يستغني عن كم حفلة بلندن أو باريس أو مدري وين وبيدفع يعني هالأرشين. إذا عن جد أنتم بتحبوا لبنان وحريصين على لبنان وبدكم خلاص لبنان وأمن لبنان، يا خيي نحن راسنا يابس، أنتم ناس منفتحين وحواريين ومدري شو، هذا ما خرج، ما ترضونه للأونسكو، لمنظمة الأونسكو، ارتضوه للمحكمة الدولية، رغم أن الأونسكو أنصفت قوما والمحكمة الدولية تعتدي على آخرين. هناك خطوة أنجزت قبل أيام في مجلس النواب تتعلق بملف، هلأ كل واحد بيسميه مثل ما بده، ونحن بنسميه ملف الهاربين إلى إسرائيل، إلى الكيان الإسرائيلي. كان هناك تفسيرات عديدة وكثيرة، نحن كنا من الذين أيدوا الاقتراح الذي قدم في مجلس النواب، وكنا منسجمين مع أنفسنا لأن هذا المعنى والمضمون ورد في التفاهم الموقع بيننا وبين التيار الوطن الحر في عام 2006، ونحن نفي بتفاهماتنا واتفاقاتنا. وأنا أظن أن هؤلاء الذين هربوا إلى إسرائيل طبعا حقهم كان يهربوا، لأنه المناخ الذهنية اللي كانت سيدة بهذاك الوقت بتساعد على هذا الخيار، أضف إلى أنه في بعضهم عارفين حالهم شو عاملين، فطبيعي أنه يهربوا. لكن بعد أن شاهدوا المشهد الحضاري الأخلاقي الإنساني، كيف تعاطت المقاومة بكل فصائلها، وكيف تعاطى أهل الجنوب الذين قتل أطفالهم واعتدي على أعراضهم في معتقل الخيام، كيف تعاطوا مع العملاء ومع عائلات العملاء، وبعدين كيف تعاطى القضاء اللبناني، يعني بعتقد كتار منهم ندموا أنهم هربوا. وعن التهديدات الأمريكية لإيران فيما يخص الملف النووي قال نصر الله: إيران لا يمكن أن تخاف من التهويل والتهديد. المحكمة